أحلى غاديو أنتم في الاستماع عليها 58 دقيقة 7-9. ما زلنا دقائق ونخليكم لبقية برمجة EFM الصيفية. يعطيكم الصحة اللي قاعدين تبعوا فينا. مواضيع عدة مختلفة نحاولوا نوعوا ونحاولوا نكونوا على قدر المستوى تطلعاتكم. توا شوية هكا نهبطوا شوية نفس بعد الدوسي الكبير. دوسي رزين وتصيحات رزينة يا كابتن. خلينا نهبطوا شوية نطيحوا الهواء شوية. كابتور ديكران توت سيت. كابتور ديكران. نبدأ بشكون فرح اش عندك اليوم؟ اليوم عندي كابتور ديكران هي على حاجة صارت البارح اللي هو لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بنور الدين طابوبي أمين العام. هو الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل. والكابتور ديكران هذه جات ساكوانسيت بيان مع اللي صار في البلاتو من كلام سي عبد الرؤوف العيادي اللي وجه تهمات خطيرة اللي من داخل قصر قرطاج وغيرها من الاتهامات وزاد التفاؤل والأمل وتفهم علاش باش نحكي على هذا. دونك قيس سعيد اللي عجبني برشا في كلامه اللي ديما يحكي على إرادة الشعب. خاطر هنا يقول مثلا دونك هما مستعدين استعداد تام للتضحية في سبيل الوطن وتحقيق إرادة الشعب وكرامته. سي بيان بو تو سا به. ويقول نحن شعب يسعى إلى الكرامة وسيحققها بالرغم من مناورات كل الأعداء وستبقى الدولة التونسية قائمة بالرغم من محاولة تفجيرها من الداخل. كيف اختار كبير تفجير من الداخل كما عبد الرؤوف العيادي يقول لك من داخل قصر قرطاج يميمتي حاجة تخوف ياسر. شكونهم؟ شكون اللي باش يفجرونا؟ شكون هالوحش؟ شكون هالبعبع؟ شكون هالغول؟ شكون هاليسلل القلوب اللي خوفوا به صغار في القويل؟ ما صب نعرفوا هذايا شكون. دونك المشكلة الوحيدة اللي الحاجة الباهية زاد ذكرني في أبو القاسم الشابي كيقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. هذايا دونك فيه تفاؤل أمل من القصيدة هذايا. لكن أيضا من بين قصائد التفاؤل أمل فما إبراهيم تقان اللي هو فلسطيني وقيس سعيد يحب ياسر معناتها قضية فلسطينية ويعطيه الصحة على ذلك. نشيد الوطني فلسطين والعراق من شعر إبراهيم تقان اللي يقول زاد في قصيدة اسمها التفاؤل والأمل يقول كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها. ما نقصد شيء هنا ولكن اللي نقوله اللي قيس سعيد راك رئيس الجمهورية التونسية راك ماكش من المعارضة ولاكش مواطن عادي فلذلك هي تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة جديسة جندغية. هو ياريت السيد رئيس الجمهورية يوضح لنا على خطر وقت يقول باش تبقى تونس قائمة رغم محاولات تفجيرها من الداخل. شكونهم وقت اللي نسمعوه في زيارته الأخرانية في فرنسا في حوار لفرانس 24 الناطقة بالعربية يقول اللي عندي معلومات في تورط أطراف خارجية بالتواطؤ مع أطراف داخلية للعودة بتونس للوراء وأكد امتلاكه لعديد المعلومات. يقول لنا أعلمنا فهمنا لأنه كلام خطير من نوع هذا مشكلة قيس سعيد اللي ديما كونتر اكس تعرف الجريمة مقايدة ضد مجهول وانا يظهر لي ان شاء الله ما يكملش العودة نتاعه ويعاود يربح انتخابات اخرى ويعمل عودة اخرى وما نعرفه حتى حد. كابتن شو عندك اليوم في الكابتن وديك الكابتن حلقة عائلية هجة عائلية هجة راهو عندما ناس هجت وفدت وبا وتعرفك الكلمة الشهيرة وقت اللي صارتك الهجة الكبيرة تاع آلاف وقت يقولوا تونس حرة حرة ولمبادوزا على برة تعرفها تعقلوا عليها محليها تونس بون شو نقول أنا نقول إذا عائلة كاملة تهج معناه فما شو نقولوا فما كريس بروفوند في الثقة افتقدت هما والدستور تي تعرفه يسمح لنا التنقل صح ولا ينتقلوا حرقوا بان حرقوا باش يقولوا ما حرقوا غير شرعيه تنقل داخل الوطن شوف فيها تصويره للناس اللي قاعده تتابع فينا على اللايف شيخين عائله كامله مختلف الاعمار فوالا هما جكروا هما توا كل ما هو يحرق كل ما يحرقوا البحث عن البديل وانا اخاف انا البحث عن وطن بديل انا ورب الحق التوصيه بعد هنا ما لقاش روحه الاكثر والاقل بون وش نقول الامل افتقد بتاتر في الحرقه ذي هم يشوفوا اللي فما حياه اخرى وفما افاق اخرى فما كذا ولكن لكن فما موت تترسل فيهم راهو في الضفه الاخرى من المتوسط مالوغوزمون فما يوصلوا فما الاف تموت السياسيين هذوما يشوفوها بون ما فيش نقول في حد شيء انس نخطبوا بيك وختام وهمسك
ويني الكابتور نتاعي؟ ويني الكابتور نتاع انس؟ انس ما وش يتكلم، كانوا تحطوا له التصويره تو تو. حطوا لي تصويره نتكلم. يحتج. مازال مصر بابدا تخلق. تعرف انت الكابتور؟ والله انا حكيت حاجه البارح، انا عملت حاجه خفيفه معناتها كابتور خفيفه ستاتو كان نوفاو فيك بوتي. انا جيت منك ما نبدا كان ما تبدا كابتور محطوطه. ويني الكابتور؟ مش نيبادي. هاي. فوالا. شو كيفاش؟ شنو حاضر؟ فوالا هي هي كابتور لصديقي فيسبوك لطفي العجيلي. ضحك شويه ضحكتني، قال يا اخي الحكومه حلت المجال الجوي ولا حلت الغلاف الجوي؟ عسخانه اللي عشناها الايامات البارح واليوم والبارح مش وصل 50 درجه راهو الغلاف الجوي تحل بالحق معناها. اذا اولاد ردوا بالكم بالحق، ردوا بالكم كي تخرجوا، ردوا بالكم من الناس الكبار اللي كي تخرج ليدغاتاسيون لازمها تكون موجوده، اشربوا برشا ماء، راهو ماهوش لعب ماهوش فليك 50 درجه راي حرقه وشويه، ردوا بالكم. يعطيكم الصحه، كنتوا معنا في الساعة 9، غدوه اكيد يتجدد الموعد بكم، غدوه نرجعوا نحلوا دوسيه تجدد نعطيكم المعلومه اللي تفيدكم. يعطيكم الصحه على تفاعلاتكم، وصلتنا برشا تفاعلات منكم اليوم على المواضيع اللي حكينا فيها. الكلمة لزميلتي اللي تغزل لي من قبيلة، مانيش باش نغلط في اسمك المرة هذه. نخلي الكلمة للفرد الألفة، والله قلت فردوس في الآخر. سامحني يا ألفة، ميتي يوم مع ألفة، الدنيا سخونة راهي. يلا بس على سلامتكم الناس الكل، بسلامة إن شاء الله، نهاركم زين. شكرا كابتن فرح أنس، يعطيكم صحة. أدمان.